هذه هي سوسة النخيل، وكما تعلمون هذه الآفة وإرقاتها يمكن أن تسبب أضرار لا يمكن إصلاحها لشجرة النخيل بأكملها، بل وتدمرها قبل ظهور أي علامة خارجية واضحة. وهذا يعني أنك عندما تلاحظ شيئا غريبا يحدث للنخلة يكون قد فات الأوان. إن المشاكل التي تسببها السوسة خطيرة جدا، لدرجة أن منظمة الأغذية والزراعة تقدر على نحو 30% من المحصول العالمي من أشجار النخيل، نخيل جوز الهند، الزيت، التمر، وحتى نخيل الزينة كلها مصابة بهذه الآفة. إن وسائل العلاج والوقاية الحالية لا تصل إلى توفير حل كاف وشامل لهذه المشكلة. فالرش الوقائي للمبيدات مثلاً مكلف ومضر، وهو فعال بنسبة 70% فقط. وحتى الأدوات المتطورة مثل الكشف الحراري لا يمكنها تنبيه المستخدم في الوقت المناسب من أجل إنقاذ الشجرة أو مراقبتها باستمرار. وهنا يأتي دور تكنولوجيا جهاز الاستشعار، شعارنا حيث لا ترى فهنالك إشارة. قد وضعت بال مانيتر تقنية شاملة توفر لك نظاما أكثر دقة للكشف المبكر. نظام بال مانيتر هو سهل التثبيت وسهل من حيث التعامل معه، وعلى أعلى درجة من الفعالية نسميه جهاز استشعار. كيف يمكن لجهاز الاستشعار القيام بكل هذا؟ إنه فقط يستمع إلى الشجرة. بعد تثبيت جهاز الاستشعار على شجرة النخيل، فإنه يبدأ بمراقبة الاهتزازات والضوضاء التي تنتج داخل الشجرة. وهو جهاز استشعار يتوفر على القدرة على الكشف عن يرقة سوسة النخيل ولو كانت يرقة واحدة، وحتى لو كان طولها أقل من 1 سنتيمتر. بمجرد الكشف عن الخطر، يقوم النظام بتنبيه المستخدم بخصوص الشجرة المصابة، مما يوفر له الوقت والمعلومات الكافية لاختيار الطريقة الناجعة والأكثر فعالية من حيث التكلفة لإنقاذ شجرة النخيل ومنع انتقال أي ضرر إلى أشجار النخيل المجاورة. بعد العلاج سيقوم نظام الاستشعار من التحقق من فعاليته. نظام الاستشعار قابل للتطوير ويعمل بشكل أفضل عندما يتم ربطه بجميع المزروعات، ويوفر مراقبة شاملة على مدار الساعة لحالة مزارعك بدقة تصل لأكثر من 98%. وعلاوة على ذلك، بفضل استغلال البيانات الضخمة من خلال الشجرة والمزروعات المجاورة لها، تقوم أنظمة بال مانيتر بتنبيه المستخدم من الإصابات المتوقعة بسوسة النخيل. نظام الاستشعار الجديد من بال مانيتر هو حل مبتكر وشامل لمشكلة سوسة النخيل، وقد أصبح أخيرا متوفرا في خطة خدمة فعالة من حيث التكلفة، والذي سيمكن من توفير الأموال التي تنفقها على المبيدات الحشرية، الاقتلاع والضرر البيئي وفقدان الأشجار. توقف عن رش الأشجار الصحيحة وابدأ في إنقاذ المصابة منها في الوقت المحدد. بال مانيتر، معنا أشجارك آمنة.